في قلب القارة السمراء تعيش واحدة من أغرب القبائل الأفريقية وأكثرها إثارة للجدل على مر السنين. نسجت حكايتها وقصصها الفريدة رواية شعب تشبث بالأرض والتاريخ والتقاليد لعصور طويلة. إنها قبائل الدوغون القبعة في منطقة الهضبة الوسطى في مالي في غرب أفريقيا. الدوغون من القبائل البدائية التي لا تزال تحافظ على نمط عيشها على الرغم من امتلاكها معارف مختلفة تثير علامات الاستفهام لارتباطها بعلوم الفلك، فثقافتهم وتاريخهم منبثقان من الفضاء ومحددان بنظام شمسي اسمه سيريوس، وهو نجم لا يمكن رؤيته بالعين المجردة إلا أنهم يحددون مكانه في السماء في منتهى الدقة. ذكرته رسومهم التاريخية الضاربة في القدم بأوصاف دقيقة وأشارت إلى وجود نجم آخر مرتبط به ويدور حوله، ذلك النجم الذي لم يتم اكتشافه رسمياً إلا في عام 1836 وسمي بالقزم الأبيض في عام 1915. فبحسب معتقدهم فإن هذا النجم يدور حول سيريوس في كل 50 سنة ويحتفل به سكان الدوغون في مهرجان سيجي لتجديد العالم. ما زاد من دهشة العلماء بشأن علوم الدوغون ما يرويه تاريخ قبيلتهم بأن من منحهم هذه العلوم هي المخلوقات الفضائية، فطرقهم القديمة غالباً ما تضم إشارات لكائنات فضائية ارتبطت بأجدادهم، وهو ما أكده العلماء الذين اطلعوا على ثقافة الدوغون بامتلاكهم معلومات دقيقة عن علوم الفلك والمجموعة الشمسية والكواكب والقمر والمجرات رغم نمط حياتهم البدائي. تجتمع هذه القبائل على ضفاف الأنهار الجارية وظل الأشجار وتتميز بالاعتماد على مهارات الصيد والمغامرة. أعدادهم لا تتجاوز 500,000 شخص ويعيشون غالباً على أرض هضبية صخرية. يتحدثون لغة الدوغون التي تعتبر فرعاً مستقلاً عن عائلة لغات النيجر والكونغو، مما يعني أنهم لا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بأية لغة أخرى. تشتهر الدوغون بتقاليدها الدينية والاحتفالات الموسمية ورقصات الأقنعة والنحت الخشبي والهندسة المعمارية. يعيشون حياة هادئة مسالمة تتميز بالتواصل الاجتماعي والاندماج الثقافي. وفي القرن العشرين حدثت تغيرات كبيرة في التنظيم الاجتماعي لشعب الدوغون، ويرجع ذلك إلى أن مناطقهم هي أحد معالم الجذب السياحي الرئيسة في مالي التي يتوافد إليها المئات للإطلاع على ثقافة الدوغون، فضلاً على ذهاب العلماء لاستكشاف خفايا هذه القبيلة وعلومها. ارتباط تاريخ الدوغون بالفلك والفضاء أضفى نوعاً من الغموض والتساؤلات على تلك الحكايات والأساطير التي تناولت نشأة الكون والأرض وطريق التبانة والمجرات الأخرى. هنالك آراء متنوعة حول فرضيات ومعتقدات القبيلة، فمنها المؤيدة لفكرة الكائنات الفضائية. أما الرافضون لهذه النظرية فقد استندوا إلى أن علوم الدوغون مستمدة من التأثير الفرنسي العلماني، لكن هذا الرأي قُبل بالرفض والانتقاد، فأساطير الدوغون موجودة قبل فترة الاستعمار الفرنسي، وهو ما رجح كفة أن يكونوا قد استمدوا علومهم من حضارات بلاد ما بين النهرين أو مصر، كون هذه الحضارات كانت مهتمة بالعلوم إلى حد كبير.
وما بين الأسطورة والحقيقة الغائبة، لا يزال أفراد قبيلة الدوغون يعتبرون أنفسهم حراساً للنجوم بعيون جعلت السماء أهم خصوصياتهم الغامضة بعيداً عن الحداثة التي تسعى إليها شعوب الأرض، ليبقى هذا الشعب متشبثاً بتاريخه المحفور بين سفوح الجبال.